هني الفلاح بدائرة الرمان، والذي يعتمد على الفلاحة البورية والمتمثلة في الحبوب والقطن، من مشاكل عدة تنضاف إلى مشكل الجفاف والديون لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي. فعند بداية كل موسم فلاحي يظهر مشكل يورق الفلاح الصغير بالخصوص. الموسم الفلاحي الحالي وبعد شراء البذور المختارة من شركة سوناكوس، تفاجأ العديد منهم بالسوس أو ما يعرف بالرامود، وهو عبارة عن حشرة صغيرة قادرة على هلاك حبة القمح سواء أو الصلب أو الشعير. رغم صغر حجم هذه الحشرة إلا أن لها أضرارا اقتصادية كبيرة. محمد بوفرة، فلاح وعضو بجماعة مرشوش دائرة رماني الغيور على الفلاح بالمنطقة، دعانا فاستجبنا الدعوة، فعاينا عن قرب معاينة تامة نافية للجهالة حشرة الرامود بأكياس تابعة للشركة المذكورة. كل الفلاح أصبح شيئا مسلم به، ولا من يدافع عن حقوقه حسب تعبير بعض الفلاحين المستجوبين. وهم اضطر إلى استعمال مخزونه من الحبوب لإتمام عملية الزرع في انتظار النتيجة وقبولها، رغب في ذلك أم لم يرغب. وتساءل عدد من الفلاحين أين دور أعضاء الغرفة الفلاحية، خاصة وأن الفلاحين الكبار يستعملون بذورا غير المستعملة من طرف الفلاح الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. مع بداية الموسم الفلاحي ديال 2019-2020 التجأنا إلى شركة سوناكوس من أجل اقتناء البذور المختارة، ومع بداية عملية الحرث فوجئنا بعدد كثير في الزرعة أو ما يسمى بالرامود. لذا هذا الحق بنا ضرر كثير، وهو ما يتنافى والبرنامج المخطط الذي خططته وزارة الفلاحة والمتعلق بالمغرب الأخضر. لذا نطلب من الجهات المختصة التدخل من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المشكل، وشكرا.